دائما ما تضع مصر ومنشآتها أبنائها في المقدمة، فقد قامت مدينة الشروق بتغيير اسم أكبر ميادينها بعد تجديده ليحمل اسم وصورة الدكتور مجدي يعقوب. فهذا الميدان هو الميدان الرئيسي الذي يصب بجميع شوارع المدينة، ليمر ساكنيها بهذا الميدان واسمه الجديد. مدينة الشروق هي أحد مدن اللي في الدولة، أنشأتها عشان تعمر الصحراء وتعمل عوامل جذب كتير للسكان فيها. طبعا احنا ما بنعزلش في مخزن لوحدنا، احنا الدكتور مجدي يعقوب بالنسبه لنا ده قيمه وقامه في البلد، العالم كله كرمه، مصر كرمته، فاحنا قعدنا هنا مع المجتمع المدني ومع مجلس الامناء بتاعنا وفكرنا ازاي نقدر كمدينه ندي جزء ولو صغير للدكتور مجدي يعقوب نكرمه في حياته. مش لازم العالم او القدوه والقامه اتكرم بعد وفاته او بعد عمر طويل، ربنا يديله طول الصحه والعمر طبعا. فاتفقنا ان اهم واكبر ميدان عندنا او معلم بارز في مدينه الشروق هو الميدان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. شعبيه كبيره يحظى بها العالم المصري امير القلوب الدكتور مجدي يعقوب، لتكرمه مدينه تابعه للجهاز الحكومي وتضيف البهجه لقاطنيها. حاجه جميله طبعا، لان ده عالم عالم قدير وله قدره، وطبعا اذا كان كرم على مستوى العالم فاحنا اقل حاجه نقدر نعملها ان احنا حتى نكتب اسمه على اي اهم الميادين في مدينه الشروق. انا بصراحه اتبسطت وسعدت جدا بالاسم دوت وبالشارع، لانه الدكتور مجدي يعقوب قيمه وقامه، وطبعا هو ربنا بيسخر ناس لحوائج الناس، وانه الدكتور مجدي يعقوب دكتور عظيم ودكتور ممتاز وربنا يخليه لينا يا رب ويديله الصحة. هو طبعا دكتور مجدي يعقوب محدش يقدر ينكر شغله وعلمه، واخد بالك، واللي عامله للبلد، واخد بالك، هو دكتور محترم جدا وكويس وراجل ناجح في شغله وبيخدم الناس كلها، واخد بالك، فيعني ده اقل حاجه ممكن نعملها ليه يعني. والله تقدير الدوله ما شاء الله طبعا حاجه مشرفه طبعا، ان احنا بنحط كل اسم لكل عالم، لكل شخصية قامت بحاجة معينة البلد، إنها تتحط على الميادين أو تتحط على اسم مستشفى أو تتحط على اسم مدرسة، دي حاجة مشرفة جدا طبعا، عشان الاسم يفضل خالد ويبقى نموذج مشرف لكل من لكل واحد عايز يبقى حاجة جميلة لبلده يعني. طبعا ده شرف لينا كلنا، دكتور مجدي يعقوب قيمة وقامة كبيرة جدا هنا في البلد، كلنا عارفين طبعا مجهوداته وأعماله إيه، وحاجة تشرف فعلاً إن إحنا يبقى عندنا ميدان باسمه. تغيير أسماء الميادين هي خطة مدينة الشروق الجديدة، لتبدأ بالدكتور مجدي يعقوب ويتبعه الكثيرون ممن قدموا للوطن والعالم الكثير، لتكون أسماءهم بمثابة بصمة بتاريخ مصر.